تنضم إلينا من رام الله مراسلة المملكة نهاد حجازي، أهلا بك معنا نهاد. إذن بدأت هذه الزيارة التي جاءت لتعزيز الهدنة بين المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، هل بدأت بالفعل اللقاءات المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة، وما المرجو حقيقة من هذه الزيارة؟ نعم انتصار، يعني بالفعل هي بدأت منذ الأمس زيارة وزير الخارجية المصري للأراضي الفلسطينية، واليوم يستقبل الرئيس محمود عباس في تمام 12 وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر المقاطعة برام الله. طبعا هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات مكوكية لعدة وزراء عرب وأجانب، وهي كما قلت الثانية بعد زيارة سامح شكري، وبالتزامن مع زيارة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أيضا في ذات اليوم، حيث سيكون موجود أيضا في المقاطعة في تمام 8 من ظهر اليوم. طبعا هذه الزيارات انتصار تأتي لتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد الحرب الشرسة التي شهدها قطاع غزة، كذلك للتطرق إلى منع انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مجددا، بالإضافة إلى تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وبالتحديد من قبل الأردن الذي يسعى دائما وجاهدا إلى يعني تثبيت الفلسطينيين في أرضهم. أيضا الأراضي الفلسطينية تشهد توالي لزيارة شخصيات مهمة للمنطقة عقب وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أيضا كذلك في محاولة لإيجاد حل جذري بعيدا عن تدهور الأوضاع مرة أخرى. الفلسطينيون متفائلون في هذه الزيارات، وبالتحديد الجانب الرسمي الذي يثمن كل هذا التحرك من قبل الأردن ومصر وأيضا الولايات المتحدة، لكن يعني الشعب الفلسطيني لا زال مصر على المقاومة الشعبية والحراك الشعبي الذي بدأ فيه يعني منذ رمضان المنصرم، وبالتحديد عندما بدأت الحرب على قطاع غزة. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله مراسلة المملكة نهاد حجازي.